إيه تالا محمد متزوجة، حلمت قبل سنة إنه إيه 7 بواخر قادمة من اليمن عن طريق الجبال، فيها بضاعة ورفع إعلام، واستغربت إنها البواخر ماشية عن طريق البر مش البحر. طيب هي طبعا هي كاتبة، يا ريت كنت قلتي انت منين علشان هتفرق معايا. طبعا انت قلتي 7 بواخر قادمة من اليمن، اليمن احنا عارفين طبعا ان الدنيا فيها بايظة تماما، بتقولي عن طريق الجبل وفيها بضاعة ورفع اعلام، واستغربتي ان البواخر دي ماشية عن طريق البر مش البحر. طبعا اما يكون فيها اعلام احنا عارفين الاعلام بتدل على النصرة، لكن اما تكون بواخر ماشية على البر طبعا لا، بيدل على عسر سنين لليمن، عسر سنين لليمن. فأتمنى من الله ان هم يغيروا خطتهم، لان اي خطط بيعملوها للأسف الشديد مش هتبقى على احسن حال. فانا عارفة ان البث عندي الحمد لله، الحمد لله متشاف من جهات معينة الحمد لله، فأتمنى اتمنى حاجة زي كده توصل ليهم، لان هنا الخطط اللي ماشيين عليها لا فيها صعوبة، ما فيهاش، وهم مفكرين فيها نصرة، لكن هنا لا، لابد من تغيير اي خطة تخص الدولة.